السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 145 و 146 من كتاب Pour communiquer en français المستوى الخامس ابتدائي. عندنا درس ديال غامير، عنوانه les adjectifs qualificatifs، النعت. les adjectifs qualificatifs النعوت، اليوم غنشوفوهم. نشوفوا الامثله اللي مقترحينهم علينا. جوبسيرف اي جو ديكوفر، ولاحظوا اكتشف. النعت كيفاش، شنو كنعنيو بالنعت؟ النعت هو كيعطي واحد الاوصاف، كيعطي واحد المميزات ديال داك المنعوت ديالو، وكيتبعوا في التذكير، وكيتبعوا في التعليل، وفي الافراد، والتثنيه، والجمع. هذا هي لا كور ديال لاجيكتيف كاليفيكاتيف. كاليفيكاتيف غنشوفوها من بعد في الدروس القادمه. النعت بغيت نقول لكم بحال دابا مثلا كنقولوا خرج التلميذ المجتهد. ديك المجتهد وشنو زادتنا؟ غير زادت كاليفياتنا. كاليفياتنا هذاك التلميذ، كي داير التلميذ؟ مجتهد. ولكن خلينا عيد التلميذ، ما كنعرفوش المميزات ديال هذا التلميذ كي داير. خرج التلميذ الكسول، يعني عرفتيه بانه سارق بو، يعني قال لك الواحد، قال لك هذاك التلميذ كسول عرفتيه، ولكن لا خلاك عاد التلميذ راه ما تعرفوش كي داير. اذا هل الادجكتيف كاليفيكاتيف كيعطينا المميزات ديال المنعوت، واضح؟ هنا غنشوفوا هاد الحاله هذه في هاد الامثله الاخرين. جوبسيرف اي جو ديكوفر، ولاحظ واكتشف. ان فون فيولون، هانت ريح قويه. كون خلينا ان فون ما نعرفوش واش ريحها بشويه عادي ولا مجهد. ان فون فيولون، اذا هذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف، لان هنا عطانا المميزات ديال لو فون، كي داير هاد لو فون. ان فون فيولون ا ديراسيني، شنو هي غاسيني وشنو هما لي غاسين بعدا؟ لي غاسين هما الجذور. من كتسمع غاسين جدر، من كتسمع ديغاسين يعني حيد شي حاجه. فاسيل ديفيسيل، العكس ديال فاسيل. هنا غاسين يعني زرع، ديغاسين قلع. هاد الريح اللي مجهد قلع لنا لي غون زابور دو لا فوري، قلع لنا دوك الاشجار كبيره ديال الغابه قلعها. شنو اللي قلعها؟ غير الريح القوي. اذا هنا شنو لاحظتي؟ كاينه ان فون فيولون، ريح قوية، وصفنا الريح بأنها قوية. وكاينة واحد لاجيكتيف كاليفيكاتيف آخر في هاد الجملية، يلاه تبعوه معايا الأذكياء فيكم. أديغاسيني لي غون زابر، الأشجار الكبيرة. إذا عرفتوها دابا، إذا هذا لاجيكتيف كاليفيكاتيف كبيرة. هنا تقول لي وهنا علاش جا لاجيكتيف كاليفيكاتيف من مور من مور لو نو اللي كيكاليفيه، يعني كنهضرو على الريح، قالنا قوية جا موراه. وهنا لي زارب، علاش ما قلناش لي زارب غون دو لا فوري؟ قلنا لي غون زارب دو لا فوري. ايه كاينه بعض النعوت كتجي بعد الاسم، وبعض النعوت كتجي قبل الاسم، واضح؟ هنا لا بيتيت غازيل، الغزاله الصغيره. اذا شنو؟ كون خلينا على الغزاله، علاش زدنا الصغيره؟ باش دير انت في بالك راها صغيره. اذا هذا لاجيكتيف كاليفيكاتيف. لا بيتيت غازيل كور سور لارب فريش، تجري فوق العشب. ولا زدنا هاد فريش باش تبين لنا هاد العشب كي داير. فريش يعني طري، باقي العشب خضر ماشي يابس، عشب فريش طري طازج. ندوزو نشوفو الاسئله اللي طرحها علينا. قالك جو مانيبول اي جو ريفليشي، اتحكم وافكر. قالك جون كادر، ندير مربع على لو نو، يعني ندير مربع على الاسم، ونسطر على لي مو كي لو كاليفي، ونسطر على الكلمات اللي كتوصفوا لنا. اذا هنا نديروا مربع على شنو هو الاسم اللي كيهمنا، هو لو فون، كي داير لو فون، باش وصفناه بانه فيولون. هذا اللي كيكاليفيه، يعني كيحددوا لينا كي داير هذا لو فون فيولون. هنا عندنا لي زارب، الاشجار. وشنو اللي كيحدد لنا كي داير هذه الاشجار؟ هو هاد كون، اشجار كبيره. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا غازيل، الغزاله مالها؟ كي دايره الغزاله؟ غزاله صغيوره. اذا هاد صغيوره هو لاجيكتيف كاليفيكاتيف. هنا لارب هو الاسم، وشنو اللي كيبين لنا هاد العشب كي داير؟ هو هاد فريش، عشب طري. اذا تفهمنا، هذا هو لاجيكتيف كاليفيكاتيف. كنظن دابا راكم متبعين معايا وفهمتوا. هنا قال كو بريسيز لي مو فيولون غون بيتيت فريش، شنو كيحدد لنا هاد الكلمات؟ شنو كيبريسيزيو لنا؟ شنو كيحددو لنا؟ كيحددو لنا لو نو كيل اكومباني، لو نو
لي نون بلاكس، لانهم بزاف هما الاسماء اللي كيرافقوها كيلا اكومباني كيلا اس لان جمع اكومباني. واضح؟ إذن هذا هو الجواب على السؤال هذا. هنا سي مو كاليفي لي نون كيل اكومباني، هو الجواب هو الدار هنا. Quels sont ceux qui sont placés avant le nom ou après le nom? Avant le nom, je n'ai grand, ou petit. Je toi, ado, petite, mais je suis petit. Hadi ou hadi, j'ai oublié le nom. Après le nom, je n'ai. Après le nom, j'ai violent. وجات فريش، هذو اللي جاوا من بعد الاسم. واضح؟ ندوزو لجغتي، شنو كيقولوا لنا بجغتي؟ قال لك لادجيكتيف كاليفيكاتيف، مالو؟ النعت ات ان مو، هو كلمه كي دون دي بريسيزيون، كيعطينا تحديدات تفاصيل سور لو نون كي اكومباني، حول الاسم اللي كيرافقو. Il peut être ممكن أنه placé يعني تبلاصة يتحط avant le nom قبل الاسم. Exemple une jeune fille. إذن شنو اللي حنا كنحدو؟ كنحدو لا في البنت كي دايرة جون، شابة صغيرة، بنت صغيرة. une jeune fille هو جا قبل le nom. هنا il peut être placé après le nom. مثال l'herbe fraîche هو جا من بعد هاد الهرب. واضح؟ Un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Il peut avoir beaucoup de notes. Par exemple, on dit que ce homme est bon, dreif, mujtahid, khadoum, ketoum. Il peut avoir beaucoup de choses. Exemple, la grande forêt verte s'étend sur une vaste surface. La forêt grande ou verte, elle est grande, grande ou khadra. Elle est sur une vaste surface. Surface يعني هذا نوع ثاني ديال السيرفاس كيدير السيرفاس فاست يعني واحد المساحه واسعه شاسعه. واضح؟ سيتون يعني مطلقه. ندوزو جومونتري، لاحظوا معايا شنو قالوا لنا في هاد جومونتري. تبعوا et je complète par l'adjectif qualificatif qui convient. نكمل بالنعت المناسب من بين هاد النعوت هادو كاملين. عندنا رابيد سريع، غران كبير، ديليسيوز لذيذة، إيمونس كبيرة شاسعة، بيل زوينات. كتلاحظوا بعض المرة غير من مؤنث غتميز شنو اللي صالحنا، بعض المرة غير من الجمع كتميز تفرق بيناتهم. انتبه لهاد هاد اس خصني نديرها في بلاصة جمع، هاد ديليسيوز خصني نديرها في شي بلاصة مؤنث، غران خصني نديرها في بلاصة مذكر. إذا من هادو كتبقى تميز شنو ندير، هادي ولا هادي، هادي ولا هادي، من تما كتعرف. هنا شنو نقول؟ تقول ان شاتو او ميليو دون. شنو اللي مذكر هنا؟ ان كاين رابيد وكاين غران. وهنا نقولوا ان رابيد شاتو، واش زعما القلعه كتمشى؟ الشاتو هو القلعه، عندك اللي كيكون ديال الامراء وديال الملوك، عنده واحد القلعه كبيره. وما داك اللي كان عند السنافر داك شرشبيل كان عند واحد الشاتو، واحد قصر كبير. اذا ان شاتو شنو غندير له؟ ان غران شاتو، شتي؟ ان غران او ميليو يعني في وسط دون شنو؟ فوري غابه يعني مؤنث. شنو اللي يصلح لها هنا؟ بال هذه راه جمع، ما يمكنش نديرو هنا. لذيذه ما نقولوش غابه لذيذه. ايمونس شاسعه، رابيد حتى هي ممكن نديروها ولكن سريع ما كاينش غابه سريع. اذا immense forêt d'une immense يعني غابه كبيره. immense forêt، فهمتوا الفكره كيفاش؟ اذا كنبقى نقلب واش جمع واش مؤنث باش كنعرف دو شنو هنا. اذا دوزنا حيدنا immense وحيدنا grand، شنو بقى لنا؟ هذه وهذه وهذه. دو بيل فلور، لان فلور جمع زهور، زهور جميله. دو بيل De belles fleurs étalent leurs pétales au soleil. يعني زهور ولا ورود جميلة
تنشروا تلقاهات ايطالي تنشر لوغ بيتال. لي بيتال هما البتلات لوغ بيتال اصولي البتلات ديالها في الشمس يعني ناصرا البتلات ديالهم في الشمس. اون فواتور شنو نديرو اون فواتور رابيد بلي راح يدناها قدنا دابا هادو بجوج رابيد وديليسيو ما نقولوش طوموبيل لذيذه اون فواتور رابيد. وهنا بقاتنا ديليسيوز اون تارت طورطة ديال عيد الميلاد ولا هذيك لذيذة ديليسيوز فهمتوا دابا كيحطوا لكم بزاف ديال الطريقة اللي كتبقى تقلب فين هي الجمع فين هما راه دايرينها لكم مقصودة ثاني باش ما تتلفش. هنا ندوزو للسؤال الثاني جيكري اكتبو جيكري كوريكتومون اكتبو بشكل صحيح لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف هاد النعوت اونتر بارونتيز اللي وسط وسط بين قوسين نكتبوهم بشكل صحيح. علاش؟ لان يتاكوردا او جونغ اي او نومبر يعني يتاكوردا في الجمع وفي التذكير والتانيث حيت قلنا قبيله يتبعوا النعت يتبعوا منعوته في التذكير والتانيث والافراد والتثنيه والجمع. هو التثنيه ما كايناش في الفرنسيه كاينه في العربي كاينه في الفرنسيه غير المفرد والجمع. هنا لا لا وعندنا بوتي جيمون دو مون اونكل اي بلون جيمون شنو هي جيمون هي انثى ديال الفرس لو شيفال الانثى ديالو هو جيمون علاش غنقولوا لا بيتيت لا بيتيت جيمون دو مون اونكل ديال عمي ولا خالي بجوج كنسميوه اونكل اي شنو غنقولوا غنقولوا بلون بيض لا غنقولوا بيضاء اي بلونش بلونش ما بقاتش بلون ولات بلونش واضح اذا التغيير كان هنا وكان هنا. شاك ماتان ال غالوب سور لا بيلوز فير فير شنو تولي تولي فيرت كل صباح شاك ماتان كل صباح ال غالوب شنو هي غالوب هي كتبقى تنقز كتزكزك ال غالوب كتنقز sur la pelouse يعني هذيك العشب الاخضر لا بلوز بحال ديال الملعب كنقولوا راه الفريقين دخلوا لا بلوز يعني لا بلوز هي ديك الغازو الاخضر لا بلوز فيرت لان لا بلوز مؤنث خصنا نديرو فير نردوها مؤنث فيرت واضح. هنا دو جولي بولان نوار لا سويف اذا هنا نديرو الجمع جوج دو جولي بولان يعني جولي نزيدوها اس ان المهر دو جولي لان بولان دوك الجمع ديال المهر ما عرفتش شنو هو بولان الاميره ولا ما عرفتش اعتذر المهرات يعني دو جولي بولان و بولان هي مهره مؤنث اذا ندير او اس مهره مؤنث جولي بولان نوار نديرو ثاني او و اس لان مؤنث وجمع نوار لا سويف تابعين هذيك الفراسه لا سويف هما كيتبعوا ديك الفراسه وليداتها كيتبعوها اذا شنو تغير جولي زدنا لها او اس او ديال المؤنث و اس ديال الجمع ثاني هادي نوار زدنا لها او اس او ديال المؤنث و اس ديال الجمع. دابا ندوزو صفحه 146 نشوفو لا سويت التتمه ديال الدرس ديال غرامير لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. هنا جو ميفالي خامسا جو ميفالي اقوم نفسي جو بلاس لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اونتر بارونتيز نحط هاد النعوت اللي هنا بين قوسين افون اي ابري لو نون كاين اللي كدير فيهم قبل وكاين اللي كدير فيهم مور الاسم نديرو دون لي فراس سويفون في الجمل التاليه تبعوا معايا شي وحدين نديرهم قبل وشي وحدين نديرهم مور الاسم. اذا هنا دو ليفر بعض الكتب هنا يوزي يعني مستعمله فيو قديمه اذا شنو نقولوا دو فيو ليفر يوزي كتب قديمة مستعملة ما نقولوش دو إيزي فيو ليفر لا
واضح. موراها ان عندنا بيلوت يعني داك الربان ديال الطائره اليغون انيق وجون شاب. ان جون بيلوت اليغون ان جون شاب طيار انيق اي لي غون. واضح. هنا اون مال، لا مال هي بحال ديك الخزنه ديال الطوموبيل ديك اللي لاور كدير فيها الباجاج ديالك ولا الباليزات ولا هذيك لا مال. كيقول لك افتح لا مال وحط فيه باليزتك في الطوموبيل. اذا لا اون مال غوس كبيره اوج. اذا اش غنقولوا اون غوس مال اوج غوس مال اوج كبيره وحمراء. واضح. ان دوزو البي كاك جون ريشي لي فراز افيك لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف. نغني هاد الجمل بنعوت. واضح. ماليكا ا ديسيني اون ميزون اون بلان فوري. قال لك ماليكا رسمت واحد اون ميزون واحد الدار. شنو نقولوا اون ميزون اون ميزون نقولوا بلونش مثلا دار بيضاء شي دار بيضاء اون ميزون بلونش اون بلان فوري. هنا دون لي مونطاني في الجبال لو سييل سو كوفر السماء تتغلف ولا كتغطى دو بيل نياج بسحب جميلة. بيل عنديروها جمع لأن نياج راها في الجمع وعنديرو بيل مؤنث لأن نياج مؤنث. سعيد أمي سا تنو دو سكوت. دان شنو نقول سعيد لبس ديك اللبسه ديال سكوت هو سكوتر هو الموتور باش ما يجيش البرد لبس ديك اللبسه ديالو. اذا جا نقولوا سا بيل ولا نقولوا سا غروند ديك اللبسه ديالو الكبيره ديال سكوتر. واضح. ديال الموتور جيكري اون ليجوند نكتب واحد التعليق بور شاك ايماج على كل صوره اون يوتيليزون باستعمال دي غروب نومينو مجموعات اسمية افيك لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف. دير شي جملة فيها نعود مثلا نقولو سي اون بيل فوري مثلا بيل هو النت. هنا هنا نقولوا سو سون دو غروند مونطاني جوج ديال الجبال كبار دو غروند مونطاني. قلنا مونطاني جمع مؤنث هنا جمع مؤنث ثاني هنا مفرد مؤنث هذه بال مفرد مؤنث ديال لاكور ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف مع لو نون كي كاليفي. وهذه الصفحة كملناها 146 إلى اللقاء.